السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة كليكوك وأطباق بلادي المغرب مع مريم بركات. سلسلة من مجموعة من الحلقات أستعرضها على القناة ونقدم فيها العديد من الأطباق المغربية الشهيرة من يد محترفين. في هذه الحلقات الخاصة بحلويات العيد الفطر المبارك سوف نقدم مجموعة من الحلويات من محل بيع الفطائر بن منصور. في هذه الحلقات 59 سوف تكون البطلة هي حلوة الشميشة، وهي من أشهر الحلويات، وكالعادة يعني سوف تكون المقادير مكتوبة أسفل الفيديو باللغة العربية. أترككم مع الحلقة 59 وأتمنى لكم فرجة طيبة. حلوة غنصاوبو دابا هي حلوة الكوك الشميشة. حلوة الكوك؟ اه الشميشة كيقولوا لها الشميشة. اه الشميشة هي كيدير درنا فيها كيلو السنيدة، درنا رخيصة. واخا كيلو ديال السنيدة 13 بيضة. كيلو سنيدة 13 بيضة. اه هادي تاهي من الحلويات اللي مطلوبة؟ هادي مطلوبة، كتمشى عندنا بزاف كتبقى الحلويات ديما عندها واحد ال ديالها. هذا هو الشكل ديالها، هذه الحلوة الشميشة كتزوق بالموس من جناب، كتشرب بالموس، والوسط كيكون فيها لاغوم ديال الحامض. ديال الحامض اه كتجيب من سماد الحامض. زوينة. هذا الشكل هو اللي غادي نخدمو. هو اللي غيصاوب. انا نضر الحامض، كنديرو ديال الحامض. كنديرو شنو هو ديال الليمون، انا كنديرو ديال الحامض. ديال الحامض. نكثرو فيه شويه باش تعطي الليمون. تقريبا شي 100 غرام بحال هكا. هو اللي كيعطيها اللون ديالي. كيعطيها اللون والمذاق. جوج المذاق. هاد الاروم كتكون فيه اللون وكيكون فيه المذاق. اه كلشي بجوج. وفي دين. جوج جبال ما تعرفوش. وفي دين تاع العراق الجبال. جوج جبانية صافي. جوج جبانية شحال تقريبا؟ شحال جوج شحال كتهز الجبانية تقريبا؟ ديروها نحسبوها احسن. اه باش ياخذوا المقادير مضبوطة الزلافة كلها وكيفاش صافي. هي كادي فيها 200 و 300 غرام. نعم طار عمر المعمر. عندنا 400 غرام. اه كتسد 460 150 غرام. 450 غدير جوج. جوج جبنا هذا هز 450 غرام ندير جوج. نعم كيعلق كيعلق. اه كيساعد ديال الحلوة ديال الزيت تاو نفس الطريقة. نعم هذا كونفيتير ديالاش هذا؟ أطلس. لا نوعية أطلس ديالاش ديال المش زكية. زكية 5 كيلو. 5 كيلو ديالاش ديال المشماش. اه ديال المشماش. نعم نعم أحسن نعم. باش كلشي طاو معاك سوا بحال بحال. غير نقيس الزلافه راه هو الزيت 300 غرام. 300 غرام بنيت 300 غرام. واخا غادي جبانيه وحده جوج. اه جوج هي 600 غرام. 600 غرام ديال السيس. 600 غرام ديال السيس. ضروري هاد العسل الكونفيتور يقدروا يعوضوا بالجلوكوز؟ لا لا ضروري الكونفيتير. لا ضروري نديرو غير الزيت 13 بيضة ولا روب ديال الحام. ديال الحام ديال الحام لا لا باش باش يعطيها اللون. اللون والنسمة. السميدة كيلو 200 غرام. هاد
الشيء دابا خاصنا نضربوه مزيان، الزيت والكوفيتير والسنيده والبيض خصو يتخلط مزيان، خصو يتخلط بوحدو السنيده هي اللي ما بغاش يدير لاروم يدير قشور د الحامض. غير هاد لاروم كيدير هاد لاروم كيعطيها واحد اللون حتى اللون. هذا لاروم ديال الحامض اللي بغا يدير داك القشور ماشي مشكل، ولكن ما داك القشور ما غتبقى بيضه. غير دابا الناس اللي بحال دابا اللي كيكونوا برا كاين اللي ما كيلقاش هذا الشيء هذا، انا كنبغي نعطي باش يعوضوا يعني اللي ما لقاش يدير قشور د الحامض ويدير هاد الشيء. المقادير خاصهم يتضربوا مزيان، خاص الا ما ضربوش راه بحال ما كاين والو، ما كاين والو. غيتجمعش ليه داك العجين، يدير هاد الثومه الاولين عاد باش كتخوي السميده، السميده الرقيقه ديال الحلوه ويتضرب داك الشيء مزيان مزيان، عاد باش كتجمع بالكوك. الكوك الا كان ناشف راه ما غاديش تصدق، يكون الكوك ميدن، الا كان الكوك ميدن راه غتجمع غتجمع كتبقى بطلة هاد حلوة الكوكو السمين حتى هي مطلوبة بزاف. والكوك راه ساهل باش الواحد يعرف لي ميدم لا ميدم، غير يحكو بين صباعه كيطلق الزيت، إلا طلق الزيت هذاك هو اللي كنقلبوا عليه داك الميدم. وكاين حتى الثمن كيختلف الكوك ما كاينش شي فرق كبير، ما كاينش فرق بيناتهم، ما كاينش شي حاجة كثيرة. المهم غير يقيسوا بيديه وما يعرفوا واش غير يعلكوا بين يديه بحال هكذا يورك عليه كيطلق الزيت. دابا طربتيها مزيان تنسجمات العناصر. هنا شحال ديال السميد؟ كيلو و 800 كيلو و 800 ديال السميده رقيقه. ندير بحال هكذا عجينه كبيره غنقسم، انا غنقسم ان شاء الله، نحاول نقسم المقادير ونحطهم. السميده الرقيقه ديال الحرشه اللي كيديروا بها الحرشه. تعركها مزيان. هنا اصلا تحبك مزيان مع السمنه باش داك الشيء يخلط مزيان. حتى في العجنه كتجي معلكه، دابا الا خلطتها مزيان حتى في العجنه كتجي معلكه. كتجمع مزيان. الا ما ضربتهاش مزيان العجنه كتطلع لي فيها. يعني انا من الاسرار النجاح نقولوا الكوك يكون مزيان. يكون مزيان، يكون مد من الكوك. ميدم وال كيدير لها الانسان بحال هكا راه كيبان لي كيطلق الزيت. باين لك كنا درنا بحال هكا راه كيديهناش. ما غاديش يجمع لي كاع الشمس هاد العجينات تجي تفرد. تجي مفرده. وهاد الخدمه هكا يعني تخدم العجينه بحال هكذا بحال هكا بهاد الطريقه هذه. والكلاب السنيده هي الاول والبيض والكوفيتير والزيت، عاد نضربوا ديك الزيت والكوفيتير. ديك الساعه السميده الاخرى اش بعد نضربوا ديك الزيت والكوفيتير، ديك الساعه نديروا السميده. نخلطوا مع السميده مزيان بحال هكا، عاد ديك الساعه نديروا الكوك. الكوك هو الاخر. والمقادير تكون مضبوطه ياك. المقادير هي كلشي، يعني واخا كميه كبيره عندكم كلشي مضبوط، كلشي بالغرام، كلشي الحلوه ما فيهاش حنا نكون كنديروها على حسب الخليط، على حسب البيض ولا، ولكن تقريبا نشوفوا غير تقريبا شحال. واخا غير تقريبا باش يعرفوا الطاو شحال، يعرفوا اي معليه تقريبا شحال. دابا هنا كيلو ربع الاولانيه، كيلو ربع وغادي تشوفوا واش يمكن يزيد ولا ولا ينقص. واخا نشوف عن قرب هذاك الكوب. ها انت دابا ملي غادي تضغط عليه تشوف يديك كيبان ميدك، انت كيبان الزيت طلق شويه، كيبان الزيت طلق كيتبدل حتى في اللون ديالو. بين يدي بين صباعي كتحس بيه راه مبدل كاينه. زين ديروها شويه بشويه باش ما تكونش كلشي نتبقاو على هو باش ما نجيش ني نقص.
إذا كاين شي كوكرا كيلو اللي قال هاك كيلو ما يعني الكميه ديال الكوكرا كاين فيه شويه ديال المشاكل بصح فيه المشاكل حنا براسنا شحال من مره كيشمتنا غير من الكوكرا كمل يعني الانسان بحال خصو ياخذ نفس الماركه نفس هذا كل مره دابا دخلتو كيلو ربع ياك دخلنا كيلو ربع وباقي خصنا باقي خاص واحد ربعه فراحنا اييه بحال دابا يعني الانسان يدير نص المقا نص الكميه ويبدا يزيد شويه بشويه حتى هي وهنا غتقول لنا انت باش غتعرفها بانها ما بقاش خاصها هذاك هو اللي مهم انا كنعرف في العجينه اي غتقول لنا هذوك الاسرار باش كتعرفها انت واش دات هما باش غيعرفوها واش دات غادي نشرحوا دابا هي ما خاصهاش تجي قاصحه اها تجي شويه مطلقه الطبع الا الا عندها واخد درتيها قاصحه صافي من عاد تنقش فيها دورك عليها تفرد لك في الطاس تفرتت خليها شويه مطلقه مطلقه شويه ميه ماشي بزاف عاوداني الا كانت عاوداني مطلقه بزاف راه تفرد لك في الطاس في الطاوه تجيك مش عاوداني بزاف وين وين ما تجيش قاصحه ما تجيش جاريه واخا ما راضي نسالي ونشوف ان شاء الله واخا صافي زين صافي شي حوايج كتجيب الخبره بخطرات بالخبره وبالحاجه كتكرر كل مره انسان يصاوبها كيتقل دابا كنلاحظ وانا ملي كيكون خدام حتى ما كيعبر كيعرف ما عارف ما عارف القياس ملي كيعرف الخليط ديالو راه غادي معاه لا كتبغي شويه الفريك كتبغي الفريك كتدلكها تدلكها مزيان باش تجيك مجموعه كاين شي كوكينه ما تديش مزيان ما تجيش انا دابا بنا كيلو ونص راه حنا وصلنا كيلو ونص ديال الكوكا ملي كيلو ونص دابا فيها يعني راه دخلات كيلو ونص كيلو ونص انا دابا غنفركوها ونشوفوها نشوفوها اجا دابا دابا زدتو مازال الكوك زدنا الكوك زدنا دابا وصلنا القياس ديال 2 كيلو هزات 2 كيلو 2 كيلو عندها واحد القياس ديالها الا ما وصلتيش لذاك القياس تقدر الجماعه ديرها في اللاطا تسيح يا تسيح يا تشقق انا ديما تنقول في الغريبات من يعني كنصحهم يجربوا بحال دابا اللي باقي ما كيعرفش ولا ممتاز يجرب بلاص ما دير صينيه كامله دير جوج ولا ثلاثه تجرب وتشوف كانت مزيانه هذيك ما كانتش راه تعاون الحاله بان اللي قصحت لها شنو الدواء ديالها داتها قاصحه شنو دير ما عندها ما ندير لها باقي صافي زيدها كاع شويه البيض ولا شويه البيض انا مش تقصح لها من الديبارتمون ديالها واخا تزيدها البيض ما غاتجيكش باقي كما من عندها خاص من الاول بنادم يرد البال من الاول ترد البال هادي الا مشيتي تقصي من الاول صافي واخا تزيد ربعيه غدوز ولا ديال غادي تجيك شويه ناقصه ناقصه ماشي ديك الكميه اللي بغيتي شتي خاصها تعلق مزيان كنشوف كدلكها مزيان كتبغي تدلك مزيان باش تجي مجموعه في الحله وكيبدا يشرب هو نيت الكوكي كيبدا يشرب كيبدا يشرب انا شنو الاحسن شنو تقدر هو يكون مزيان وزعما صافي وجدات لا صافي وجدات شتي راه باش ماشي جاريه ماشي ماشي بيدك بحال ما كتخليش كتجمع يعني دابا يلاه تكملها تجيك ديالي صافي دابا انا عندي بزاف وجدت قصحتي من الاول ما غاتجي كملها حتى تشفني راه انت كنت غنقول لك شحال عندك ديال العجينه بالنص يعني ما يديروش كميه كبيره في دقه واحده شنو يدير القياس واللي عنده الفران صغير شي يدير شويه بشويه يدير شويه بشويه شويه بشويه يدير شويه يدوزو هادي مغربه بسم الله وصلها هاد الشميشه هادي كلشي صافي صافي الحراره ما كتبغيش الحراره شوفي خذي عطيه
يديروا سميتو اللي غادي يبقى في الفران ديال الغاز يرد معاه البال عافية تكون مقفوره ما تكونش حاليه ما تكونش حاليه ياك عرفتي دابا الفران ديال الروتاتيف كان تيبقى في 120 درجه 120 اقل اقل يعني راه الفران العادي 150 وقيلا 160 خاص ما خاص هي ما كنبغيش حراره بزاف واه دابا غادي يديك وراها دابا غتبدا ال دوزتي يدك في الماء كل مرة ولا غير المرة الأولى؟ كل مرة كل مرة دير يدك في الماء دير يدك في الماء مرة ما غيدخل معاها الماء بزاف شنو دابا راه علمت الشيء نعم شنو دابا راه معلكه ها ما تفردد ما والو الشيء تا ملي كتكور كتجي كتله وحده ما كت ما تفردش نقص الطيرات حرب لها تفتح بين ما تجيش يعني عرفوها حتى هكذا ملي يجيو يكوروها يحسوا بها باينه راه يجي مزيان ها كوري يبان يبان شحال كديروا في الحبه تقريبا شحال من الغرام عشرين ورقيه طب هي هذاك البيض هو اللي كينفخها وكيكبرها راه لا خميره لا حتى شي حاجه الكميه ديال البيض اللي كانت هذاك السكر كلاصي عادي ولا سبيسيال هذا عادي عادي ماشي ضروري سبيسيال لا ماشي ضروري عارف الغريبات ضروري فيها هي لا اما هذه ماشي مشكل هذه كنضربها في السكر كلاصي غير باش ملي تكون كتنقش بالموس تجي سهله اللي بغى ما ينقشهاش هكا بهذا بالموس هي من احسن من احسن خاصات النقاش تجي المنظر كاين هذوك اللي ولاو دابا داك داك كاين واحد كاينه يدخلوها في داك الطابع كيجي شكل كاين كيبقى الموس كيعطي شي حاجه يدويه شي فوجا لا زوينه كتحدد ليها المركز عاد كدوز بال بالموس حتى هي كتشد اليد هاد النقطه هادي تقريبا هادو ماشي نفس المقادير اللي درنا في المره الفايته غريبه الكوكوس سمي كاين فرق كاين فرق بيناتهم هذيك فيها خميره هذيك فيها خميره نعاود نقول لهم حيت كاين نسينا هذيك المره نسينا السكر ولكن جات مزيانه واخا في السكر انا غادي نعاود نقول لهم غريبه ديال الكوك 10 البيضات كيلو ديال كيلو ديال السنيده كيلو ولا 900 غرام و اربعه الخمارات ديال الايد ديال هذيك الحمراء والزيت اربعه الكيسات وفيتير جوج ولا روم ديال نيمو اجربوها الناس قالت لهم مزيان الكوكي يكون مزيان مية دم ومزيان بزاف جربوها حتى هي غير هو كان عندك المشكل ديال السكر ديال السكر والفرا اللي درنا ليها سميتو راه طيبه صافي غتستمروا هكا تتسالي ولا
دابا صافي باش انا كملتهم دابا غندير لي دابا النباش نباش مع ولا روندير اللحم مزيان شي وغنضرب رستيو نيجيري نعم اللي بغى يبدل لا روم يدير اي حاجه غير هي خاص كاين حامض رومنا ديال الليمون اي نسمه بغاها يديرها الناباج باش يتعوض اللي ما لقاش الناس اللي برا ما كي لا ده هنايا دابا الناس ما خلاص كيكونوا برا يقدروا يديروا كونفيتور ماشي مشكل تكون جاريه اللي جاري هذا هو الحمد لله كاتي تركو دوشي ايه تلون شكله؟ اه يولي مساجم كديروا تقيبه صغيره باش مساله في الخدمه باش تحكموا فيها هاي مع جري جاسك يوسف مرحبا بك معايا مره اخرى ما كاينش انس هذه المره كاينه بوحدك ان شاء الله طازه اللي عنده الباك ياك اللي هاد العام راه هاد قال اليوم غيدوز ولا البارح يمكن دوز 2 و 3 دابا الراحه وانت العمر بخير هاني كي جاتك الحلويات حلويات لذيذه لذيذه سهله ياك سهل ماشي بحال الشباكيه هذوك هادو ساهلين هادو ياك لا تا هو بيخلو تا هو صعب صافي غتبقاو تحفظوا الحلافي كاين احسن من كل وحده ولا كل واحد والاختيار ديالو كيعجبوك انت الحلويات اللوز ياك كابغزال وكابغزال قاس كيعجبك لا عندهم قاس زوين هما هنا تا المنظر كيجي زوين داك الصفر وغير عطيتها مذاق يعني ملي غياكل الواحد غيزيد ياخد داك ناباج ولا صافي سميتها واش دات صافي دابا هي وجده طايبه تبدا لك كده زوينه تبارك الله هي ما كتبغيش السخونه هي بزاف شويه شويه بارد وما تشربش الفران بزاف في الطاقه باش ما بدا في جير الطبق واخا تحل لنا شي وحده نشوفو شتي كده تبارك الله شيشه ارتبا راه مازال تزيد ترطب دابا مازال تزيد ترطب سميه يخليوها حتى تبرد وي خلوها حتى تبرد عاد نجمعوها ايوا تبارك الله عليك في هادو هما الاشكال النهائيه خير هادو بطبيعه الحال ماشي حنا هادشي اللي خدمناه في هاد في هاد العشيه هادي هادشي بطبيعة الحال كان موجود لا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا كان موجود اللي خدمنا حنايا هما هادو من الاشكال اللي خدمناهم هادو غير باش يشوف الناس ويعرفوا بريزونطاسيون كيفاش دايره عاد غنشوفوا الحلويات الاخرى اللي غادي تقدموها كاينين حلويات كثار واحد 30 شكل اللي مخلطه ما بين صابلي وما بين غريبه وما بين تبارك الله ان شاء الله حتى ما غادي نبينوهم كاع للناس ان شاء الله غنشوفوهم ان شاء الله اللي بغاو الزبناء راه حنا ان شاء الله راه حنا نديروا عليها شي حلقه ان شاء الله بالنسبه للاثمنه تعطينا فكره على الاثمنه اللي بغا الاثمنه كل ما كيتعلق
بشي حاجه من غير اللوز فهي ب 50 درهم 50 درهم يعني اي نوع كاكاو صابليات كلهم غريبات كلهم 50 درهم 50 كيلو 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 واللوز 120 درهم الكيلو حلويات اللوز كامله حلويات اللوز 120 درهم الكيلو صافي والبلاطوات كيختلف الثمن حيت البلاطو كيهز اكثر من كيلو بالنسبه للبلاطو ديال صابلي كيدير 70 درهم بزاف الاشكال كاين اللي كيبغي فيه ثلاثه اشكال اربعه اشكال على حسب الاشكال اللي كاينه في الناس يعرفوا القليله البلاطوات واخا كاين شي واحد اللي كيقول لك راه قلتو غير 100 درهم 100 درهم فيه ثلاثه اشكال كاين اللي كيقول لك باغي اربعه اشكال ديال اللوز الثمن كيكون عاوتاني شويه زايد كتقصد البلاطوات اللي كنا صورنا في الحلقات السابقه وقع هذا كاين اللي كيطلب لك اربعه اشكال ولا خمسه اشكال ديال اللوز واخا عاوتاني شويه الثمن زايد واخا باش نكونوا واضحين انتما وضحوا لهم من دابا ماشي مشكل ثلاثه اشكال ديال اللوز ثلاثه اشكال ديال اللوز وما تبقى صابلي وغريبه هذاك البلاطو كيدير 100 درهم هو البلاطو فيه اكثر من كيلو طبيعي واخا هذا غيكون ان شاء الله من هالسبت ملي غنصوروا النهايه غيكونوا بلاطويات صافي صافي ونوجدوا صابلي بوحدهم صافي وغنوضحوا لك ساعه الاثمنه باش تكون الامور واضحه واخا على خير ان شاء الله الثمن عندنا ثمن معقول الى اقصى درجه ان شاء الله كتشوفي صابلي بحال تبارك الله وبهذا المجهود هذا وب 50 درهم راه البركه ديال الله سبحانه وتعالى مزيان الحمد لله كل شيء من الخير ان شاء الله ايوا تبارك الله عليكم وشكرا لكم بزاف على جميع المعلومات شكرا للاخ تواب تبارك الله عليكم ان شاء الله تنشوفوا البريزونطاسيون النهايه ديال جميع الاشكال نصوروها ان شاء الله ناس ان شاء الله حمراء ان شاء الله ميسر